وعودة من جديد لكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا لحلقتنا اللي احنا مستمرين فيها لسه من صباحات سودانية. الحديث فيها مهم جدا في هذه الفقرة حول المناظرات وحول التعرف على المبادرات الشبابية بشكل كبير جدا. نسعد جدا بترحيب بالأستاذ يحيى محمد عثمان مدير مركز مناظرات السودان. مرحب بك، صباح النور. صباح النور عليكم، والتحية للجميع العاملين في هذه القناة الفتية، قناة ولدت بأسنانها وأخذت لها مساحة وسط القنوات. كل سنة وانتم طيبين يعني. انت طيب، مشكور. اذا ينتظر الترحاب للاستاذ اواب ابراهيم عبد الحفيظ نائب مدير مركز مناظرات السودان. مرحبا بك. مرحبا بكم، صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين على عيدكم. شكرا للاستضافه. مشكور. بدايه احنا عايزين نتعرف على المركز والدوافع اللي قامت عشان ما يتاسس. مركز مناظرات السودان يعني هو مركز تحديدا يهتم نشاطه الرئيسي يهتم بنشر ثقافه المناظره والحوار. المركز بصورة عملية أنشئ قبل عدة سنوات من خلال مشاركات طلاب سودانيون وسودانيين في بطولات دولية. نعم. في الدوحة البطولة الدولية الأولى في 2011 وتوالت هذه المسائل. جميل. إنجازات الجامعات السودانية وإنجازات اسم السودان في هذا المجال هي التي حفزت الشباب الذين شاركوا في تلك البطولات على إنشاء هذا المركز ونقل هذه التجربة إلى السودان. نقل التجربة بصورة عملية وبصورة تأسيسية في الداخل تم في حوالي 2014-2015، وبعد ذلك تم تأسيس هذا المركز، مركز مناظرات السودان. الدواعي الرئيسية بالتأكيد كلنا نعلم أن هنالك إشكالات موجودة في المجتمعات الطلابية ومجتمعات الشبابية بصورة زي شنو الإشكالات؟ يعني المشاكل المرتبطة يعني عدم القدرة على إدارة الاختلاف بصورة منظمة، كذلك المسائل المرتبطة بالعنف، عدم الاحترام بالرأي والرأي الآخر، هذه المسائل. وفقا للتجارب الشخصية والجوانب الإيجابية التي أضيفت لشخص أي واحد منا نشارك في مسألة المناظرات بدءا بي أنا، نقول الجيل الأول في الحكاية دي قدام يعني، ونهاية بأواب قبل 3 أشهر في البطولة الدولية مناظرات الجامعات بالدوحة في هذا العام. في تقدير أي واحد من الشباب شاركوا في جوانب إيجابية أضيفت على المستوى الشخصي، فبالتالي أصبحت كنوع من الرسالة بالنسبة لأي شخص إنه يحاول ينشرها في مجتمعه يعني، والحمد لله الآن المسألة منداحة ومنبسطة يعني. إن شاء الله ربنا يوفقكم. إن شاء الله ربنا يوفقكم. أواب، يمكن برضو يعني أنتم الجيل الحالي فيما يخص المناظرات والأشياء المختلفة، شنو الأشياء أنتم جايين بها من جيلكم مختلفة عن جيل أستاذ يحيى؟ حقيقة يعني أول شيء فكرة المناظرة يعني بتحل فكرة أساسية زي ما قال أستاذ يحيى، هي فكرة الحوار والنقاش يعني. طبعا. من المشاكل الموجودة في معظم الجامعات هي فكرة العنف الطلابي أو المشاكل، عدم قدرة على إدارة الحوار والنقاش بصورة سلمية. الفكرة الأساسية في المناظرة إن نقوم نستبدل زي ما يقولوا ثقافة اللكمة بثقافة الكلمة، يعني الموضوع يبقى حوار ونقاش ونصل فيها أيوة لصورة موضوعية في النقاش. كذلك فكرة إنه مجموعة من النقاشات بتكون دائرة ما قد يعني ما بتكون في الأخير زي ما بيقولوا حوار طرشان، زي ما بيكون في موضوع محدد بيطلع منه بفوائد أساسية. فكذلك إن نقوم ننقل فكرة الحوارات والنقاشات تبقى نقاشات موضوعية. طيب شنو الجايين بيه أنتم في جيلكم؟ السؤال الأول يعني مختلف من جيلنا أستاذ يحيى. هي طبعا بعد ذاك عملت فروقات عمريه ايوه صحيح، اجيال مختلفه، عاوزين نشوف اداره الاختلاف ذات نفسه كيف ما بين الاجيال المختلفه. هي بس بعد ذاك بتختلف الوسائل، يعني احنا بس بنوسع القاعده زي ما بيقولوا بتاعت المشاركه، وبنجعل يعني البدايات لو كان في 2015 كانت بس جامعه الخرطوم يعني هي المشاركه، يعني احنا بدينا بعد ذاك بالبطوله الوطنيه للجامعات السودانيه بمشاركه 8 جامعات سودانيه، فزي ما بقولوا يعني حاول ننشر الثقافه في كل الجامعات السودانيه. جميل. طيب عشان انه الثقافه تنتشر في مختلف جامعات السودان وحتى الناس تقوم تشارك وتتاهل عشان ما تشارك في فعاليات خلينا نقول خارج السودان، شنو ممكن تكون الفعاليات اللي انتم بتقدموها كمركز وتكونوا مركزين جدا على انه تاهلوا الناس دي وتشارك وتقدر تحقق انجازات وكمان نجاحات؟ طبعا في المركز ان احنا بنقدم مجموعه من البرامج والفعاليات المستمرة بالنسبة للتأهيل والإعداد بالنسبة للطلاب المشاركين أو حتى بالنسبة للمحكمين. الجميل في هذه المناظرة إنه في لجنة بتاع التحكيم بتكون مختصة بالتقييم أيهم الذي يعني تحصل على نقاط أعلى، موالاة أو معارضة أو كذا. فنحن كان بدينا في 30 يوليو الماضي لحد 3 أغسطس ورشة بتاع تدريب مدربين عامة بالنسبة للجميع، وقدموا في أكثر من 100 شخص، تم استيعاب فيهم 30 شخص تدريب على المناظرة وقوانينها وآلياتها وسائلها.
فبيتم تدريب مكثف تحديدا بالنسبه للطلاب المشاركين على المستوى النظري وكذلك على الجانب العملي لمده اسبوع، وبعد ذلك بنخش في جوانب عمليه متواصله واحتكاكات كذلك مع طلاب سابقين مثلا شاركوا وكذا، فبنزيد المعدل بتاع الاحتكاك على المستوى العملي. فميل الان نشاطنا التدريب وميل كذلك نشاطنا الفعاليات. يعني عندنا خطه على نهايه العام وعلى العام القادم ان شاء الله انه تكون في مجموعه من الفعاليات التعريفيه بالمناظره حتى على مستوى العامه، وليست فقط مختصه بس بالطلاب او الشباب او نعم كنشر الثقافه. وبالتحديد بنستخدم الوسائل بتاع التواصل الاجتماعي، الحمد لله الصفحه الان اكثر من 12,000 متابع على السوشيال على السوشيال ميديا، جمهور يعني احنا بنقول لهم بقى جمهور زي جمهور كره القدم، يعني مستوى التشجيع والحماس، اعلان الفوز والخساره، يعني تلقى الزول الخسران بيزعل، الزول الفرحان فرح هستيري كذا كذا، فبقينا زي الكوره حبه شويه كيف بقينا الاتحاد يعني. طيب على ذكر الفرح والخوف ايضا من الخساره، اذا كذلك ده بيقودنا للاختلاف ذات نفسه، كيف يتم عمليه ضبط المناظرات ذات نفسها في ظل وجود اختلاف فكري وثقافي وعقائدي ربما يكون احيانا بشكل كبير جدا؟ آلية التقييم بالنسبة للمركز واللي يعتمدها لجنة التحكيم هي معتمدة على ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول هو بيعتمد على الأسلوب العام اللي بيتم به وطرح النقاش وطرح آليات المناظرة والقوانين. الجانب الثاني هو جانب مرتبط بالمحتوى، ماذا تقدم من حجج وماذا تقدم من أدلة وبراهين تعمل على تدعيم موقفك. الجانب الثالث هنالك ما تسمى بالاستراتيجية اللي هي البناءات العامة المرتبطة بالفريق الذي يوالي أو كذلك بالفريق الذي يعارض كذلك على الضفة الأخرى. جانب رئيسي كذلك يتم أخذه بالاعتبار هو مسألة التفنيد، أنه كيف استطاع هذا الفريق أن يعمل على إضعاف الفريق الخصم ويعمل على يعني إبطال حججه أو إبطال مفعول الحجج. هذه العناصر بصورة كاملة بالإضافة للمداخلات، كيفية الرد على هذه المداخلات والاستجوابات من قبل الطرف الثاني. نعم. فبكل المجموع ده نحن بنضع المسألة بتاعة التقييم والتحكيم، ودائما بيحصل نقاش، يعني دائما نقول بعد ما تنتهي المناظره نحن مناظره ثانيه كتحكيم الفاز منه والخسران منه. جميل. طيب احنا في موضوع المناظرات وكمان موضوع الاختلاف حنسمع منكم اكثر ونكمل كمان باقي محاورنا، لكن معنا فيديو عن المناظرات نتابعه ونرجع. تابعنا من خلال الفيديو السابق الحديث والنقاش حول المناظرات بشكل مهم جدا. أواب يمكن كان عندك تعليق فيما يخص الحديث حول إدارة الفكر الثقافي والأفكار الأخرى المختلفة من خلال المناظرات. كيف بعد ذلك بنصل للنتيجة في التحكيم؟ فكرة أساسية محتاجين نشير لها إنه حتى فكرة إنه الفريق موالي ولا معارض بتكون بالقرعة. يعني الموضوع بيعطى للزول قبل 20 دقيقة وبيتم الاختيار بالموالاة والمعارضة بالقرعة، فالزول في الحقيقة هو ما بيكون متخذ الموقف الأساسي في الحاجة دي وإنما بيكون بالقرعة. فبالتالي هي اسمها مناظرة تعليمية وليست مناظرة حقيقية، يعني حتى المواضيع بعد مرات ولجنة التحكيم لما تيجي تقييم ما بتقيم على أساس الصحة والخطأ بقدر ما إنها على أساس معايير أساسية إنه الزول قدم محتوى حجج يتفندت وكده. جميل. طب إحنا عايزين نقف على الجانب ده أكثر ونخش داخل المناظرة نفسها، عايزين نعرف أهم الملامح المناظرة وشنو ممكن تكون شروطها من خلالكم أنتوا الاثنين. طيب هي المناظرة هو نموذج آسيوي. نعم. النموذج الآسيوي بتاع البرلمانات. الفكرة الأساسية في أنه بيكون ثلاثة متحدثين، فريق موالاة فريق معارضة. الثلاثة متحدثين بيكونوا مقسمين لخطابات أساسية وخطابات رد. الخطابات الأساسية هي عبارة عن خطابات المتحدث الأول والثاني والثالث. بتنتقل المناظر انه بيتحدث الاول في الموالاه، بعد ذاك الاول في المعارضه، الثاني في الموالاه، الثاني في المعارضه، الثالث في الموالاه، الثالث في المعارضه. بيكون كده خلصنا الخطابات الاساسيه، بيجي بعد ذاك خطاب الرد. الخطاب الرد بيبدا بالمعارضه، بعد ذاك بيختم بالموالاه، ان الموالاه هي البدد. الفكره الاساسيه والفرق بين الخطابات الاساسيه وخطابات الرد انه الخطابات الاساسيه بيقدم فيها الحجج الاساسيه، في خطابات الرد ما بيضاف فيها حاجه اساسيه وانما بس بيكون ملخص او جواب ليه انت شايف روحك فايز كفريق للمعارضة وكفريق للمعارضة. بعد ذاك يزول عنده ضوابط في الحديث وعدد معين من الدقائق، 5 دقائق حاليا بقت 7 دقائق. وفي برضو ضوابط لأنه في الدقيقة الأولى ما بيسمح بالمداخلات، بعد ذاك لحد الدقيقة الرابعة يسمح بالمداخلات، بعد ذاك مراحل كمان. أيوة أيوة. فهي مقسمة، دي من الحاجات اللي بتعلم الزول إنه يضبط زمنه ويضبط أفكاره في زمن مناسب وإنه يقدر يوصل أفكاره بصورة يعني أدب عظيم دقيقة. جدا صحيح أدب المناظرات. أستاذ يحيى يمكن برضو الحديث يكون مختلف في لما نتحدث حول شخصية المناظر ذات نفسه أو الفريق، شنو المواصفات شنو المطلوبات المفروض تكون متوفرة عند الفريق أو أشخاصه يعني؟ والله طبعا كفريق
في الأخير في آخر مراحل التدريب طبعا بناء أنس إنه يكون عندهم درجة من درجات التناغم والتجانس طبعا، لأنه في مرحلة الإعداد للمواجهة أو للمناظرة طبعا لازم يحصل تبادل بتاع أفكار، فإذا يكون هناك تناسق أو تناغم المسألة ما حتكون بالنسبة لهم واضحة بالشكل المطلوب. نعم. ولكن ما يعني دائما مثلا في الشروط اللي نضعها حتى مثلا لما ننزل فورمة بتاع التسجيل أو كذا ما بنشترط مثلا خبرة في مسألة المناظرة، ولكن على الأقل برضو بنحاول نحبذ العناصر اللي بيكون عندها خلفيات ثقافية، بنطرح مجموعة من الأسئلة، ماذا تعرف عن المناظرة، بنطرح شكل من أشكال القضايا تحدث عنها كذا، فبنقدر نقيم من خلال لجنة مختصة من قبل المركز المناظرات بأنها تقدر تقيم أفضل العناصر الممكن تشارك بناء على أسئلة الناس بتطرحها، وبعدك على أساس مقيم وفقا لمعايير محددة يعني. نعم. طيب مؤخر إحنا كمان عايزين نعرف من خلالك يا أواب شكل المشاركات الخارجية اللي تمت، وحتى تحكي لنا عن تجربتك أنت. طيب هي يعني ممكن نقول النواة كانت بتاعت حتى تأسيس المركز نشر فكرة المناظرة هي المشاركات بتاعت جامعة الخرطوم في الأول في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات باللغة العربية في الدوحة اللي هي بيأسسها وبينظمها مركز مناظرات قطر. حتى الآن قامت 4 بطولات دولية 2011 2013 2015 والسنة دي 2017، فهي كل سنتين. في البطولة الدولية الأولى لمناظرات الجامعات كان فريق الجامعة أستاذ يحيى الغبشاوي، كان وصل لحد النهائي بتاع البطولة. في عام 2013 كانت مشاركة كذلك جامعة الخرطوم، كانت توجد بكأس البطولة المشاركة، وبعدها كان في 2015 تم تأسيس المركز. البطولة الدولية الثالثة كذلك كان فيها مشاركة من بطولة من جامعة الخرطوم، طبعا في مشاركات من باقي الجامعات يعني. نعم. الرباط، السودان، والأحفاد كذلك كانت مشاركة في 3 أو 4 بطولات في جامعة الخرطوم، وختمت حاليا كانت في أبريل البطولة الدولية الرابعة لمناظرات الجامعات، والحمد لله نحن كنا برضو بعد في الفريق بتاع بطولة جامعة الخرطوم، وصلنا لدوري ربع النهائي، وكان عندنا متحدثين وصلوا في أفضل 10 متحدثين يعني. يا سلام. أبطال المناظرات السودانية دائما حاضرين، يقدموا الأفضل فيما يخص المجال، وأيضا يقدموا اسم السودان بشكل عالي وخفاق. في الختام أستاذ يحيى عاوز أديك كلمة أخيرة، لو عندك نصائح عاوز تقدمها أو إرشادات فيما يخص الشباب والمقبلين على المناظرات. والله هي طبعا نصائح عامة وفقا لما نقدم، يعني هي مسألة الاعتراف بالرأي والرأي الآخر، وإدارة الاختلاف بصورة منظمة، وأن تعرف عندما تتحدث ماذا تريد أن تصل من خلال حديثك، لا أن تكون توالي فقط من أجل الموالاة، أو أن تعارض رأيا محددا من أجل المعارضة، فيجب أن توالي أو تعارض أو تتخذ موقف بناء على فكرة وبناء على منهجية محددة. أنا في تقديري هذا ما نحتاجه كمجتمع وفي كل أنحاء السودان، نحتاج إلى هذه العناصر، أن ندير الاختلاف بقوة وبالاعتراف بالطرف الثاني، لا أن نلغي طرفا ونعترف بطرف. هذا رسالة كلية ممكن أن نقول نسعى من تقديمها من خلال المركز. أشكرك. نعم. شكرا جزيلا أستاذ يحيى محمد عثمان مدير مركز مناظرات السودان، والأستاذ أواب إبراهيم عبد الحفيظ نائب المدير التنفيذي لمركز مناظرات السودان، شكرا جزيلا لك، والحديث حول المناظرات صورة الاختلاف. نعم. دي يمكن إحنا من مودة الاختلاف واحترام الرأي الآخر وكمان احترام الغير بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من صباحاتنا السودانية.